واحد. طبعا امور مثل هذه تتحضر في الحصه التدريبيه. سنايدر يسجل واحد من اروع الاهداف بكيفيه جميله جدا في الدقيقه 31 بتسديده مقوصه من كره مباشره، يسدد في الزاويه اليمنى من مرمى اندريا كومبانيولو ويسجل واحد من اروع الاهداف. سنايدر يضيف الهدف الثاني لانتر ميلانو الذي يبقى متفوقا ويؤكد جدارته وريادته بفضل هذا الهدف الثاني لسنايدر منذ انطلاقه الموسم، والثاني لانتر في هذه المباراه في ملعب جوسيبي ميازا، يؤكد قوته وسيطرته على الدور الهولندي في الكرات الثابته. والكره مو ببعيده والله، فيها ولا ما فيها؟ السؤال فيها ولا ما فيها؟ يتقدم ويسدد فيها. لا والله الا فيها وفيها. جول للانتر. فيها هدف روعه للانتر. روعه من الرائع ويسلي سنايدر. مين قدك يا سنايدر؟ تخلي مراتي يقف ويصفق، لكن ملعوبة. يا سلام يا سلام، وقد قلتها مرة وأعيدها اليوم، ندمان ندمان كل الندم ريال مدريد على التفريط بهذه الموهبة. هذه مكتوبة لمين؟ تورنا مين؟ هذا الهدف. والحلول ما كانت إيجابية في الشوط الثاني لنادي الانتر، وشنايدر الذي اعاد الانتر في الشوط الاول من ضربه حره مباشره. ممكن يفعلها، ممكن يكررها. الكره ابعد شويه من الكره في الهدف الاول المسجل في الشوط الاول، لكن يتقدم الان ويسجل. جول شنايدر مره اخرى. سنايدر مرة أخرى، وموراتي يبتسم مرة أخرى، والفضل كل الفضل لويسلي سنايدر. يا سلام. يعني الحارس والمدافعين وكل من في الملعب كانوا يتوقعون الزاوية الأخرى، لكن عكس التفكير، عكس الاتجاه، وعكس كل شيء، الكبير سنايدر يعيد الكبير الانتر. بالضبط اللي واضح معاك على الشاشه، ويسلي سنايدر والتسديدات الممتازه انلعبت وانحطت في الجول. اعترض كورتشي ويعترض الان فريق سامبدوريا. نعم، ويسلي سنايدر يسجل الهدف الاول في المباراه. شوف يعني في الوقت الفريق مفروض يكون حريص، اللاعبين مفروض يكونون حريصين، يكون دقيقين، يكونون متابعين، لان اباغه ويسلي سنايدر الجميع في الوقت اللي كان. شوف 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 شوف، هنا عاد بالعرض البطيء، وهنا حط الكره، حط اختار الزاوية وفاجأ الجميع في بعض يعني في اللحظات اللي يستعد فيها كورتشي ويستعد فيها مدافعي فريق سامبدوريا. ويسلي سنايدر يفاجأ الجميع، أضاع الفرصة في من سينفذ الكرة الثابتة. شنايدر عند ضربة الحرة المباشرة المخالفة لشنايدر. شنايدر الانتر رجع يتعنتر، شنايدر الانتر رجع يتعنتر ويسجل هدف التعادل الان من ضربة حرة مباشرة. ولا في الاحلام ولا في الخيال. الله 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 يا شنايدر، علق مسلرة، علق مسلرة في التسعين. الله الله الله، شوف الكرة مرة ثانية من الزمن الجميل، كرة شنايدر على طول إلى التسعين يسجل الهدف الأول. الطاحونة الهولندية يطحن قلب موسليرا وجماهير اللاتسيو معه، ويسجل التعادل الآن قبل خمس دقائق من النهاية في شوط المباراة الأول. واحد واحد.
ترجع المباراة. بالمناسبة الثانية في خطأ، وعلى جينارو غاتوزو أن يكون حذرا الآن وأن يضع أعصابه في ثلاجة كما يقولون، لأن المباراة من المفترض أنها تستمر، وإذا استمرت بدون أهداف وحتى الآن هي بدون أهداف فإن ربما تذهب بعد ذلك إلى الأوقات الإضافية، ولا أحد يعلم بعد ذلك مصير المباراة ربما بركلات الترجيح، لكن الفريقين جاهزين والجدية واضحة، والديربي بمعنى الكلمة، ديربي بحق وحقيقة موجود الآن في عش الطائر. ضرب حرة مباشرة، شنايدر على التنفيذ، موجودة بالطريقة المعتادة، وضربة حرة مباشرة بطريقة غاية، وبالتالي الانتر يتقدم في كرة حقيقة صعبة جدا من زاوية صعبة، الحائط البشري موجود، ومع ذلك يا لها من وداعية يعني.